نحو 20,000 رتويت، ويحسم الجدل حول إنتاج جزء ثاني مع الفيديو أو الفيلم المصري صعيدي في الجامعة الأمريكية. فبعد سؤال على تويتر توجه به أحد المعجبين للفنان محمد هنيدي عن عدد إعادة التغريد المطلوبة ليقوم بعمل جزء ثاني من هذا الفيلم، فأجاب هنيدي بدوره أنه يحتاج إلى 100,000 تغريدة. نتابع جزءا من الفيلم الذي ما زال يشغل الناس وباقي في ذاكرتهم رغم مرور 19 عاما على عرضه. تبيعه يا حرامي؟ لا لا يا علي، لحد كده ولا نبض نمور، فاهم ولا لا؟ انا خدت فلوس مش اشم بيها ورد، رحت اجيب كاجوال. انت صاحب المفروض تحس بيا، الاي او سي العيال بتلبس زي الفل، لازم ابقى زيهم بفلوسي. فلوسك بكره كلم ابويا الدهشوري يبعتهم لك على الدسمه، مش عايز كلمه زياده. والله انت اقعد ما عندك دم يا بدر. والله علي 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 مش كده هتتضرب، هتتقطع يا خلف النهارده. اسكت يا دلت، اسكت بس. تعالى معايا تعالى معايا. استنى يا حسين، استنى يا حسين، امشي يا فاشل. انا فاشل يا خلف؟ ايوه فاشل. فاشل دي بقولها لك بالامانه. امانه؟ ايوه امانه. اجري يا حسين. وعبر هاشتاك صعيدي في الجامعة الأمريكية 2 بدأ الناس تصور أحداث الفيلم والمشاركة في كتابة السيناريو. هذه وقفة مع تصورات الناس. حسين عايز قميص الكمام فرساتشي وبقيت القميص فرساتشي. ومن القاهرة وعبر الهاتف ينضم إلينا الفنان المصري محمد هنيدي من كشخو أمريكو. هل تتوقع يا محمد هذا التفاعل الذي حصلت عليه، وكيف بدأت هذه القصة؟ ما الذي خطر في بالك لتكتب 100,000؟ مساء الخير الأول، كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بألف خير. أهلا فيك وانت طيب. أهلا بيك. الحقيقة يعني أنا سعيد بالحراك اللي حصل على الفيلم، وهو جد بالصدفة كده كنا على الهواء على تويتر وناس كتير سألت على صعيدي في الجامعة الأمريكية، فأنا قلت والله يا جماعة لو حابين يعني ما فيش مشكلة فهماني. فنظرنا مع الناس قلنا عايزين 100,000 تغريدة، فلقينا في تفاعل كبير قوي، والحمد لله أن الفيلم ده يعتبر حالة خاصة يعني مع الناس، ده شيء ظريف جدا جدا يعني. طب أنت توقعت يا محمد الوصول إلى هذا الرقم ولا كان مجرد رقم تعجيزي من عندك؟ لا الحقيقة يعني كنت متوقع، مش عشان حالة الفيلم حالة خاصة جدا، صعيدي في الجامعة الأمريكية يمكن مع كل الناس الحمد لله يعني، فتوقعت ان هم يحبوا الموضوع ده، بس ما توقعتش انها بسرعة الموضوع تطور كده، خدت بال حضرتك؟ مخدب طبعا شيء ظريف. اه الحمد لله. طيب محمد يعني احنا نتوقع باقي بس 2% اللي هي 20,000، هذا شيء لا يمنع يعني انت بدأت تتعامل مع الموضوع بأكثر جدية، ويبدو ان هناك فعلا في جزء ثاني، فهل كلمت احد من المنتجين أو من الكتاب؟ فعلا بدأت إجراءاتك بأخذ هذه الخطوة بجدية؟ والله مش هكذب على حضرتك يعني كان ملفت للنظر جدا وكان مفرح الحقيقة، فكلمت أنا ومؤلف الفيلم الأول الأستاذ الدكتور مدحت العدل، فقلت له هنعمل إيه، ما ينفعش الناس تبقى بالإحساس دوت وإحنا ما نفكرش في الموضوع، فللأمانة ابتدينا نفكر فيه. في حد تواصل معك من الفنانين اللي شاركوك في الجزء الأول على اعتبار أنه في جزء ثاني، السقا أو أي أحد ثاني كلمك أو حاول يتواصل معك؟ لا لسه الحقيقة. أنت مفكر أنهم يشاركوك في الجزء الثاني لو حصل؟ أكيد هيبقوا موجودين إن شاء الله، ده فيلمهم مش فيلم لوحدي. نعم الفيلم ده عمل حالة مع الجمهور الحمد لله بالأبطال اللي فيه كلهم، مش محمد هنيدي بس. لحظة تاريخية في تاريخهم الفني مهمة جدا جدا يعني، فصعيدي بالنسبة لنا كلنا حالة خاصة الحقيقة. طبعا يمكن هذا السؤال المطروح، هل سيحمل الجزء الثاني ذات الأدوار وذات الشخصيات؟ يعني مع تقدم العمر سنوات مرت على الجزء الأول، فهل حيكون في صعوبة في سيناريو جديد حتكمله دكتوراه؟
والله احنا دلوقتي يعني مدحت العدل في يعني قال لي انا هقعد فتره اتصور الشخصيات وصلت لايه وحاجات كده، وان شاء الله يا رب نوصل لحاجه كويسه. طيب الجمهور، جمهور محمد شاركوا بطرح بعض من السيناريوهات، محمد قراها، ممكن يوم من الايام ياخذها على محمل الجد، حتشارك اجزاء من هذه السيناريوهات بالفيلم؟ جدا لو لقيت حلوه في وسط الاقتراحات بالنسبه للجمهور اكيد هستعين بيها وابلغ صاحبها. احنا طبعا نتمنى لك التوفيق ان كان فعلا هناك في جزء ثاني، او بكل الاحوال كل ما يقدمه محمد هنيدي تحت الرصد والمتابعه. كان معنا من القاهره، شكرا لك.